بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمانا بالله وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا كفصائل مجاهدة في سبيل الله، قامت كل من التشكيلات والألوية المجاهدة التابعة للجيش السوري الحر بتشكيل جسد موحد تحت اسم جبهة سوار سوريا، هدفه إعلاء كلمة لا إله إلا الله وإسقاط النظام وحماية الأنفس والبلاد والحفاظ على سوريا موحد أرضاً وشعباً. وهي المجلس العسكري في محافظة إدلب، تجمع ألوية وكتائب شهداء سوريا، تجمع ألوية أحرار الزاوية، ألوية الأنصار، ألوية النصر القادم، الفرقة السابعة، الفرقة التاسعة بحلب، كتائب فاروق الشمال، لواء ذئاب الغاب، لواء شهداء إدلب، لواء أحرار الشمال، كتائب رياض الصالحين في دمشق، كتائب فاروق حماة، فوج المهام الخاصة بدمشق. وندعو كافة الفصائل الأخرى من الثورة السورية للانضمام لهذه الجبهة، ويعتبر أي فصيل من ضم هو من الفصائل المؤسسة لهذه الجبهة عاشت سوريا حرة أبية.